كان ينقصنا إلا أن يأتي رجل من قومنا يعرفنا ونعرفه، وهكذا وبعد 40 عاما من حياته بيننا يأكل ويشرب ويتزوج وينجب، يجمعنا فيقول: أنا نبي مرسل فاتبعوني. لا لا، هذه لن تمر على قريش. مهلا مهلا مهلا، أشهدتكم رب البيت لا تقطعوا أرحامكم، قلت لكم إن هي إلا دعوة، فمن شاء أخذ بها ومن شاء تركها، لا أحد سيجبركم على ما لا تريدون. يا معشر قريش، ما لي أراكم وقد ارتفعت أصواتكم في صحن الكعبة؟ لا لا، ارتفعت أصواتنا ولم يمر وقت طويل حتى تنتفخ أوداجنا. ما الأمر يا أبا الحكم؟ محمد بن عبد الله يجمعنا قائلا إنه نبي وعلينا أن نتبعه، وليته اكتفى بذلك، بل أمرنا بعبادة الله الواحد وترك أصنامه. وماذا في الأمر؟ ماذا في الأمر؟ واللات والعزى ما هو إلا طالب ملك يا نطر. ما أرى إلا أن تأخذ قوله هزوا وسخريا. ليس مثل محمد الصادق الأمين من يسخر منه أيها النضر. ينكسر فكك لو قلت يا سيد قريش أو يا شيخ قريش. منذ مدة وأنتم تتقولون على نبي الله وتردون عليه كلامه، ولم تبتدعوا أنكم إنما تتحدثون عن نبي أرسله الله لهدايتكم. سنأخذ بكلامك يا نظر، هيا بنا يا قوم. أنا أبو ذر جندب بن جناد الغفاري، أين أجد محمدا بن عبد الله الهاشمي؟ مرحبا بك يا أخا غفاري. محمد في الجهة الأخرى من الكعبة قرب الركن اليمني، تعال أخذك إليه. يا أخا غفاري، ماذا تريد من محمد؟ أريد أن أراه وأسمع منه. ما لك ولا لن تسمع منه، إنه هزوا. لا يا عم، لا يقال عن محمد نبي الله هكذا. نبي الله؟ نبي الله؟ واللات والعزة لسوف يجر الويلات على بني هاشم. والله منذ سمعت بك يا رسول الله ركبت راحلتي وأتيت إليك، والله لن أخاف في ذات الله لومة لائم، فماذا أقول؟ قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تعال يا أبا بكر، تعال. ما كنا نظن أن رجلا حليما حكيما مثلك يتبع هذا الهراء السقيم. لو شرح الله سبحانه صدرك للإسلام لما قلت ما قلت. لا، لن يشرح له صدري. أتظن أني من الحمق كي أتبع محمدا؟ والله ما جاءكم محمد إلا بالهدى ودين الحق، فخلوا بينه وبين ما أمر الله به، وإن شئتم اعتزلوا هذا الأمر إلى أن يظهره الله، ولا تشاقوا الله ورسوله. أف 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 لهذا الكلام، ما أضيق مخرجك. والله يا رسول الله لسوف أعلن الإسلام على الملأ أمامهم جميعا، وأبو ذر لا يهاب أحدا وهو على جاهليته، فكيف وقد عمر قلبه بنور الله؟ وانطلق أبو ذر الغفاري إلى أن وصل إلى جوار بيت الله وأعلن إسلامه أمام مشركي قريش متحديا،
وتلا أمامهم آيات من القرآن، فانهالوا عليه ضربا مبرحا، ووقف دونه إخوته من الإسلام سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وجعفر بن أبي طالب. ولولا خوف المشركين من قبيلة غفار وحرصا على قوافلهم وتجارتهم لما تركوه إلا جثة هامدة، ولكن الله أبى إلا أن يبقى أبو ذر شوكة في قلوبهم. ويحق لقد نالوا منك. ما كان لنا أن نتركهم ينالون من أخينا هكذا. تلهي ما ألمني ضربهم، وإني لسعيد أن أضرب وأشجع من أجل ديني. ما إن ذكرت لهم قوافلهم التي تمر في طريق غفار حتى أصبتهم في مقتل. قريش لا تحتمل المخاطر على تجارتها. يا إخوتي، أما تقرؤون علي آيات مما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الله بن مسعود، أكثرنا حظا وأجودنا قراءة. هات يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. إيه يا سلمان، جئت تبحث عن الدين الحق، فإذا بك تصل إلى العبودية والحق. ويحهم أصحاب القافلة التي أعطيتهم أنعامي مقابل أن يوصلوني إلى هذه الديار. مهاجر النبي الذي أنتظر والذي قطعت القفار بحثا عنه، فباعوني رقيقا لرجل يهودي في يمن. يا سلمان، إذا كحلت عيناك بمرآة فكل شيء يهون. اجتمع القوم وناقشوا الأمر لكن لم يقرروا شيئا. ما ترون في أمر محمد؟ أحدوثة أحدثها وأرى أن نسخر منه ونهزه. ترى أن نعيب دينه ونحط من قدره وقدر من اتبعه. وأنا أرى أن الأمر دبر بليل، إن هي إلا مكيدة من بني هاشم يريدون بها استعادة سيادتهم على قريش ومكة، ومن ثم السيادة على العرب كلهم. لكن لا، لن يكون هذا، وفي عرق ينبض. ما اتبعه إلا ضعافنا، وليس سهلا علينا أن نعذبهم حتى نردهم. وهكذا يغري عبيدنا بنا، وما هي إلا برهة حتى تأخذهم دعوة محمد إلى التمرد علينا. وقد يصبح العبد سيدا والسيد عبدا. والأدهى أن العرب ستزور عنا ونفقد هيبتنا وسيادتنا على العرب، وهم لا يعدلون بنا أحدا، يقولون أحدثتم أمرا منكرا لنقره. وقد نخسر تجارتنا ونخسر حج العرب إلى مكة. وهكذا ينتقم آل هاشم. فأرى أن نبدأ بضعافنا فنذيقهم ألوانا من العذاب حتى يثوب إلينا ويترك محمدا. ولأبدأن بهذا العبد الآبق بلال. وقد فعلها. بلى لقد فعلها، واتبع دين هذا الصابئ محمد بن عبد الله. لا لا يا محمد، لن نحقق لك مسعاك. أسمعت يا عبد العزة؟ ماذا يا أم الجميل؟ قولي. ابن أخيك. أيهم؟ ومن غيره محمد الصابئ العائب لديننا وآلهتنا. أكذوبة ستأتي بالوبال على بني هاشم.